ناخد البوست اللي بعده. البوست يلا. رقم 3. بعد 25 سنة جواز اكتشفت ان الست الشطرة هي اللي تخلي جوزها يعمل اللي هي عايزاه بس بمزاجه هو، يعني الكلمة كلمته والشورى شورتي انا. دي جت متأخرة قوي حبيبتي. بجد دي كانت نايمة ولا ايه؟ كانت نايمة. لا مش هتلحق تعمل حاجة، خلاص خلصت دي، هتبقى ايه التشاؤم ده؟ كانت عملت 25 سنة جواز. ما 25 سنة جواز ما عملتش كده، جاي تعمله بعد 25 سنة. ما هي اكتشفت بعد كده. ما هو حبيبتي، ما هو اعتاد على ذاكر ذاكر يعني. لا يعني هي تحاول اكيد، بس هو اعتاد على امر. يعني زي ما انت، انا مثلا انت متعود ان انا بعمل لك، انا مثلا احنا مرتبطين اوكي، وانا أوكي بعمل لك الشر. قلت بعد الشر يا حبيبي. هو انا طول لا انا ما طولش. متعود ان انا بعمل لك حاجات معينه كل يوم بعملها لك. بعمل لك قهوتك، بحضر لك لبسك، بحضر لك. في يوم ما عملتش كده هتتضايق. ما عملتيش كده ليه يا هبه؟ Exactly. فين قهوتي بالظبط؟ ففي حاجه اسمها تعودات انت بتتعود عليها. فهو بقى له 25 سنه متعود على اسلوب معين. بعد 25 سنه انت افتكرتي بقى ان هو هل كلمه كلمتك والشوره شورته ولا عملتيها ازاي يعني؟ يعني مين اللي سايق الدركسيون مع مين؟ مين اللي بيظبط؟ لا معاه. معاه هو دركسيون معاه. اوكي وانت مستسلمه، انت راكبه جنبه حاطة الحزام ويطلع يا ابني بقى. لا مش فاضيه فاضيه. لا مش، لا هو انا فعلا، سام تايمز انا بحب كده، مش ما بحبش، بس سام تايمز بيبقى ليا متطلبات خاصه فزن بقى مزن. سلاح المرأة الفتاك. بطلع من كل حته.